يضم هذا المعهد أمريكيون وأمريكيات من كافة طبقات المجتمع، أساتذة، أطباء، محامون، موظفون وموظفات. للدرس يحط دارسو الموسيقى والرقص الرحال في محل تجاري عربي، حيث يشترون الأسطوانات والأفلام العربية والكتب وكل ما له علاقة بالثقافة العربية. من جميع الدول العربية كان طلبة وعائلات أوروبية تقريبا مخلوطة، يعني ما فيش جنس. والأمريكان إيش بيشتروا بالضبط؟ بيشتروا مثلا أكل أو؟ والله بيشتروا موسيقى، يعني نستغرب إنهم بيسمعوا كثير في أم كلثوم، بيسمعوا كثير عن فيروز، بيشتروا موسيقى. بعدين في عنا الرقص العربي اللي هو البالي دانس، كثير رقصات أجانب بيشتروا الأسطوانات والرقص العربي. وطبعاً الأكل مثل الفلافل والحمص اللي صار مشهور بأمريكا قد ما هو مشهور ببلادنا تقريباً، طبعاً الخبز العربي كذلك. حمل العربي معه إلى سان فرانسيسكو كل شيء من ثقافته وتقاليده، حتى نوع الطعام الذي اعتاد عليه. لذلك كثرت المطاعم العربية في هذه المدينة التي يقطنها 40,000 عربي. بعض أصحابها جمع بين فن الطعام وفن الغناء. ترى كيف ينظر مثل هذا الإنسان إلى حياته الجديدة؟ كسان فرانسيسكو قريب كتير جو من جو لبنان. بعد اللي افتقدناه هنيك كنا مور حرين، ينم الشغل، الحياة هنيك شوي شوي سلو. هون الحياة كلها سريعة، لازم الواحد يشتغل، لازم يضل ماشي على طول، لازم إذا بده يشتغل 10 ساعات 12 ساعة بالنهار ما في. مثلا هنيك كنا على الظهر ناخذ ساعتين نروح يرتاح الواحد سيستا مثل الشمس. هون ما في منها، هون الشغل بدك تشتغل من الصبح لعشية. يا ربي يا ربي ترجع الغايبة عبيته،
زرعت الهم بصدري وعبيته يا بشاعر دايري فتش عبيته حبيبه بهب الآخر سطر غير يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي لا 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 يا باي. الحنين للوطن جعل العربي يتعلق بلغته المكتوبة ويحافظ على عاداته الاجتماعية التي تركها في وطنه الأم، ووفاء بحاجات الجالية العربية الثقافية والاجتماعية في سان فرانسيسكو اقتضت الظروف أن تكون هناك مطبعة عربية. معظم الأحيان الأشغال اللي بعملها للجالية العربية كرتات معايدي، كرتات عرس، اشياء من هالشكل. بعدين كمان في اشغال سياسية لأنصار المقاومة والنوادي العرب، مثلا اذا عندهم منشورات ولا كرتات حفلات اشياء من هالشكل. الوقت الأخير صار يجيني أشغال لشركات أمريكية اللي عندها أشغال في الشرق الأوسط، مثلا كارتات عمل مطبوعة بالإنجليزي من جهة واحدة وبالعربي من الجهة الثانية، أو إعلانات اللي بدهم يحطوهن بالجرائد. فبفضلوا هن طبعا يستعملوا ناس اللي موجودين في امريكا، لانه ساعتها بيقدروا يشوفوا كيف التصميم قبل ما ينشروه. طبيعه الشغل اللي انا بشتغله فيه اكثر فن من طباعه، فاذا الناس ما قدروش الفن اللي عم بعمله انا بالنسبه لهم بيكون غالي. مثلا لما بشتغل مع الامريكان، اذا بشتغل شغله فنيه وفي تقدير للشغله الفنيه، ساعتها بتقدر تعطيهم اي سعر بدك. عند العرب اذا بتعطي اي سعر اللي هن مش معتادين عليه، ما بتقدرش تقول له انه هذا في مثلا تخطيط هون، او التخطيط باخذ كتير وقت، ولا في تصميم وإشي من الشكل. بس شوي شوي بتعلموا. يعني في كتير ناس هلا بيجوا خصوص لانه بيعرف انه هون في شغل اللي فيه فن أكثر من طباعة. والعربي في المهجر يفضل ألا يعمل لغيره، فهو يفخر بأنفته وحريته وعزته. لذلك ترى العديد من المهاجرين يعملون في مهنة البقالة. ونظرا للمنافسة الكبيرة بين الأسواق المركزية والمحلات الكبرى وبين الدكاكين الصغرى، أنشأ العرب التجار رابطة لهم يقول عنها رئيسها: أسست الرابطة عام 1973 نتيجة للظروف الملحة التي واجهتنا ذلك العام. ومن الخدمات التي نقدمها هي مساعدة المحلات الصغيرة الذين يواجهون مشاكل، وخصوصا مع الشركات الكبيرة في سان فرانسيسكو ودوائر الحكومة. المجتمع الأمريكي مجتمع غير متجانس نظرا لكثرة القوميات الكثيرة المهاجرة، لذلك فأن الأقليات تكون دائما عرضة للخارجين على القانون.